مركزية الخيرية للأمة ما هي؟ سمعونا لما أنكم معي، ما هي مركزية الخيرية لهذه الأمة؟ الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأن يكونا محررين منورين مطهرين. ما هو الفارق بين الانتصار والانكسار للأمة؟ طبعا بمعادلات الله، يعني بما بسنن الله، ما هي؟ الأقصى، لا تنسى هذا، الأقصى هو المعيار، الأقصى هو المعيار. وطالما هذه الأمة تتساهل في موضوع الأقصى فوالله لن تقوم لها قائمة. فلتسمعها حكومات العالم، فلتسمعها الأنظمة العربية والإسلامية، فليسمعها الدعاة والمفكرون والمنظرون والمحللون، ولتسمعها الشعوب الغاضبة التي لا تعرف أين توجه طاقاتها. طالما أن الأقصى على الهامش ولا يأخذ منا جدية كافية وعملا مبرمجا طويل الأمد، ما نقول فورا يا جماعة، ترى في ناس من زمان وهم يفهمون أطروحاتنا بشكل خاطئ. الناس تظن لما نقول يا حكومات يا شعوب يا دعاة الأقصى حرروه يعني الله أكبر عليهم، يلا نطلع من المحاضرة ونذهب لتحرير الأقصى. نحن لا نقول هذا. قلت لكم نور الدين وضع مشروعا ابتدأه بصناعة منبر كرمزية لتجيش الأمة وتوحيدها، جعل لها هدف. ما وضع المنبر لبعد كم؟ نحن نقبل من الأمة 30 سنة، قال شوي كمان 40 سنة، قلناها 50 سنة منذ أن انطلقت صرختنا. بس نبدأ، المهم أن نبدأ، ونبدأ بجدية. نحن ما عم نقول بحركة انفعال أو ارتجال أو دون تخطيط، أنا عم بشرح البرنامج، عم أشرح الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية والتوحد والتماسك ونسيان الخلاف وبدء النهوض والتوعية وتربية الصغار وتفعيل المنابر والأفلام والإعلام والأقلام وكل شيء يتحرك نحو هذا الهدف الكبير لتحقيق هذا الهدف. وهذا ليس بمعجز. إذا نحن ما عم نطلب الكثير وما عم نطلب شيء مستحيل، هذا ضمن الإمكان، ضمن خطة عمل تتفق عليها الأمة. يقول قائل طيب ومتى نتفق؟ هي المشكلة كيف نتفق على مثل هذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا كانت هناك معالم عدم اتفاق، هناك معالم اختلاف دوافعها نفسية شخصية قبلية عشائرية مصالح ذاتية، دوافعها خلافات مذهبية خلافات طائفية خلافات عرقية، فيجب أن نبدأ بحل كل هذا ونطرحه بجرأة وشفافية لنوحد الأمة، لأن هذا الذي ينبني عليه المشروع الأكبر، فصار هو الواجب المقدم لذاك. المهم أن نبدأ. كلما قلت إني ها هنا العقبة، فلنبدأ بالعقبة نحلها. أين المشكلة؟ المشكلة لا يوجد وعي لدى الأمة، فلنرفع سقف الوعي لدى الأمة ونتوزع الأدوار. تصور لو كل منابرنا اتفقت على رفع وتيرة الوعي ومستواه وسقفه لدى الناس، الأمة مستعدة، الشعوب خيرة، هذه الشعوب معطاءة على مر التاريخ، يوم تجد قدوات وقيادات تقودها في الساحات تلبي، تقدم مالا ودما وأولادا، وتقدم ثباتا وعطاء وتضحيات. هذه أمة راهنا عليها عبر تاريخنا، وسنبقى نراهن عليها إلى قيام الساعة لتحقيق الخيرية الكبرى وتحقيق الانتصار الأعظم في ملاحمنا العظمى على أرض الشام. هذه أمة لم تسقط، لكن هناك علل وأمراض نخرتها بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى ترميم. تصوروا لو أن إعلامنا ركز على مثل هذا، منابرنا مدرسين رب أجيالهم من الابتداء إلى الجامعات وجهوهم لمثل هذه المعاني الكبيرة. تصوروا الأمة عندها القابلية ومستعدة. وأنا لا أطلب خيالا، وأنا لا أدعو إلى خيال، إنما أطلب برامج عملية، لكنهم أن نبدأ منذ سنين، وأنا أقول فلنبدأ. وما زلنا نقول ما زال الأمل قائم، وما زال الأمل معقود، وما زال الأمر في متناول أيدينا، فلنبدأ يا عباد الله فلنبدأ. ووالله كل من يظن بأنه إذا أغفل موضوع الأقصى يمكن أن يهنأ أو يهدأ أو يرتاح فهو واهم. فلتعي الحكومات ولتعي الشعوب ولتعي مراكز البحث والدراسات، وليعي أصحاب الأقلام والإعلام، إن تغافلنا عن المسجد الأقصى وتحريره وجعله هو المرتكز والأساس، هذا لن يزيدنا إلا ضعفا،
ولن يزيدنا إلا انكسارا، ولن يزيدنا إلا تراجعا، ولن يزيدنا إلا ذلا وهوانا، ويطمع العدو بنا أكثر.